غادي نخيطوا هذا البينوار اللي فصلت معاكم. غادي نبدا اول حاجه نبدا بالجياب. جبت هذا القطعه اللي فصلت معاكم اللي قلت لكم درت فيها 3 سنتيم في العرض. غادي نديرها هكا على جوج وندوزها هكا بحال باندا، ندوزها مع الجيب، نحطها هكا على جوج وندوز عليها الخياطه من هنا هكا، ندورها هكايا وندوز عليها بالخياطه من هنايا. من كون كنخيطها نحاول شي شويه نتيري هذه هي شويه ماشي بزاف، هي مغيزه باش يجيني الجيب يجيني داير ما يجيش محلول. اول حاجه نحط هذه هكا على الجيب، هذا هو الجيب ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجي داير ما يجيش محلول. الا خلينا هذه مرخيه غيجينا محلول هكا، كيجي بحال هذا الطريق. كنجبدو غير شويه ماشي بزاف. صافي غنقطع هاد الزوائد اللي عندي هنايا، غنقلب هاد الجيب ديالي. من هنا نحيد هاد الشيء هذا غير بالمقص، ولا ندير له السورجي اللي لا عندك السورجي حداك ديري له غير السورجي، حيت هو كيجي من الداخل ما غاديش باين. هذا انا غنحيدو غير هكايا صافي. وغنجيب القطعه ديال الجيب ديالي الغلاف اللي غيكون عندي من الداخل التبطين ديال الجيب، غنقلبو هكا على الكفه ونجيب هاد القطعه هذه اللي فصلت هكايا غنحطها. هنايا غادي نطلع هادي واحد 3 سنتيم هنايا من هاد اللي قلت لكم قبيله ملي كنت كنفصل هكايا، غنزيدها هيا واحد 3 سنتيم تجي طالعه الفوق. نشد بالبانكات ديالي هكايا، من الاحسن تشدو بالبانكات باش يساعدك ملي تكوني كتخيطي، حيت هاد الموبرا والكانيش راهم صعابين شويه في الخياطه. صافي غادي نشد الخياطه ديالي من هنا من هاد البلاصه ندور هنا ونمشي مع الجيب. ضروري عندنا هادي من كنا كنخيطوا الكانيش هاد البلاصه هادي نرخفوها، هادي نرخفوها مزيان، نرخفوها مزيان من كنا كنخيطوا الكانيش ولا الموبر. صافي هذا هو الجيب ديالي، ندوزت عليه الخياطه من الداخل. مشتو هذا هو الجيب ديالي. يجي على هذه الطريقه هذه. هنا القبرة دوزت له السورجي من هاد البلاصة هادي اللي غتكون مسدودة، جبتها من هنايا
ونعاود عليه بالخياطة. صافي هذا هو القب ديالي، نجي على هذه الطريقه. هذه دابا غادي نلصقو في البينوار، نجيب المنتصف ديال الظهر ديال الدوره ديال الخلف هي هذه الخياطه ديال الكتاف، وندير الخياطه عند الخياطه، ونجيب المنتصف هو معلمه هنا بكرانه. غادي نشد هذه الكرانه اللي عندي هنايا وغادي نلصقها مع هذه الخياطه. هذه البلاصه هذه هي اللي غتكون لاصقه لي في الكول ديال هذا ديال البينوار. غنجيب هذه الخياطه هذه ونلصقها هنايا، ندير هنايا. هذا هو الوجه ديال القب، وهذا الوجه ديال البينوار، الوجه عند الوجه. صافي غندير هنا بانكا، وغنجيب هذا الدوره ديال القب ونلصق هنايا كما شفتوا هنايا، راه جايه قد. صافي غندير بانكا هنا وغادي ندوز عليه بالخياط. هذا القب ديالنا، دابا غنجيب داك الباندر اللي غنلصق هنايا في القب وفي الهبطه ديال البينوار. هاد الباندر هادي غادي نجيبها ونلصقها مع هاد القب هذا. هادي هي خياطه القب، دا هو القب ديالنا، هادي الخياطه اللي عنده في الوسط. غنجيب هاد الباندر ونديرها في النص، غادي نشدها هنايا. صافي وغادي نمشي معاها هكايا بالبانكات، غادي نمشي معاها هكا كاملة بالبانكات وعاد ندوز عليها بالخياط. خيطت هاد الجهة هادي بوحدها، بديت من هنا من المنتصف ديال القب، هاد الجهة خيطتها ونولي نرجع نخيط هاد الجهة هادي. صافي دابا غادي ندخل هكايا هاد التوب هذا وغندوز عليه هنايا، غندوز هنا في الحاشيه ديالو واحد سنتيم ونص ديال الخياطه هنايا هكا، غندوز عليه كامل عاود. هنايا غندوز الخياطه الثانيه على هاد السورجي هذا كما كتشوفوا، تكون مبرايه الفوقانيه والكانيش من التحت.
هذه هي الباندا ديالنا، راه دوزت لها الخياطه من هنا، كتجي من هنا على هذا الشكل. هنا راه منطيت الكمام، راني جمعت الكمام من التركيز، غنعاودهم بالخياطه. هنايا غنعاود عليه بالخياطه كامل من الجناب، غنمونطيها من الجناب، راني دايره على السورجي، غنعاودها بالماكينه. هادي الباندا ديال الكمام، راه كتيري على هاد الجهه، هادي اللي كتيري، وهادي اللي ما كتيريش بزاف. غادي نخيطو هاد الجهه اللي ما كتيريش، غنلصقوها هنايا وتبقى هاد. ندير هاد الخياطه ديال الكم هادي، غنديرها مع هاد الباندا. هذه هي الباندا ديالي. هنا غادي نلصق هاد الارنبه، غنديرها هنايا في القب، غنديرها هنا في المنتصف ديال القب. هذه هي الخياطه طالعه هنا في النص، غنجيب هاد المنتصف ديالها وغنديرو تما بهذه الطريقه هذه، وغنشدها بالبانكاس مع الجناب وندور معاها بالخياطه من هنايا. فعندها هنايا واحد الحاشيه، ندوز عليها بالخياطه هنايا في هذه الحاشيه اللي عندها. هذه راه كتجي زويونه هنا في القب، يمكن لك ديريها، ديروها حتى في البودي الداخل ولا في الجياب، تلصقوها فين ما بغيتوا، البلايصه اللي عجبكم غادي تختاروها تلصقوا فيها. كاين بزاف ديال الانواع، كاين هاد الارنبه، وكاين نونوسات، قليبات، كاين حتى بحال هادو، ديروهم حتى هما الا بغيتو، ديروهم في البودي ولا ديروهم في البينوار، فيهم اللوان. هنا غادي ندورو مع هاد نونوس هكايا، مع هاد أرنبة، غندور مع هاد الحاشية اللي وريتكم. هذه هي الارنبه ديالنا، راه لصقناها درنا معاها بالخياطه كامله، ما طير ما والو.